السلام عليكم خواتاتي وصحباتي والكبيدات ديالك ديالي، لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه. المهم هذا الفيديو هذا غادي ندير لكم غير قصير. يلا دخل دابا هانتوما كما كتشوفوا باقا بالعبايه ديالي بالزيت ديالي، كنت مسخره وجيت ولقيت البنات مصيفطه ليا، بغيت نحيد التليفون ديالي من الشارج وانا نلقى البنات مصيفطه ليا صحباتي في الواتساب قالوا لي راه حنا جربنا الزيت ديال لافوكا وصدق لينا. الحمد لله هادشي اللي بغيت، وكنبغي الحاجه اللي كنديرها انا صايبوا حتى نتوما وديروها وتنجح معكم. كنفرح بزاف. المهم حطوا ليا الاوديوات ديالهم، قالوا ليا ثلاثه ديال البنات صحباتي بلا ما نذكر السميه ديالهم، لحقاش ما عطاونيش الاذن باش غادي نذكر السميه ديالهم اولا نسمعكم حتى لي زوديو ديالهم، يعني لي فوكال ديالهم ما يمكنش لي نسمعهم لكم. قالوا لي راه حنا صايبناه، واحد البنت قالت لي راه صايبت جوج لافوكات كبار وخرجوا لي غير شويه ديال الزيت، وقلت ليها صوريه وصيفطي لي داكشي اللي خرج ليك، وحتى ان شاء الله غادي نسولهم. الا قالوا لي واخا تسمعي الصوت ديالنا غادي نحط لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. المهم قالوا لي راه حنا صايبنا الزيت ديال لافوكا، ولكن الطريقه يعني ديال الاستعمال كيفاش غادي نستعملوه على البشره ديالنا وعلى الشعر ديالنا. المهم اختي الطريقه سهله، راه قلتها لكم شحال من فيديو وشرحتها لكم حتى في الفيديو اللي صايبت معكم الزيت ديال لافوكا. وبغيت يلا دخلت كما قلت لكم سمعت لي زوديوات ديالهم وقلت ضروري غندير فيديو باش كلشي يستافد، حيت بزاف ديال الناس غادي يصايبوا الزيت ديال لافوكا وغايقولوا كيفاش غادي نديروا ليه. هو راه الطريقه سهله كما الزيوت ديال التجميل كاملين، كتماصي به البشره ديالك من الليل وكديري الشعر ديالك، ما كتباتيش بيه في الشعر ديالك، ما كتباتيش بيه لحقاش الزيت الا بتي بيه كيسد لينا المسام ديال الشعر، وحنا ما خصناش يعني ملي كتنعسي وكتحسي بالمسام ديال الشعر ديالك مسدوده راه ما كتنعسيش على خاطرك وكتحسي بالراس ديالك كيضرك. المهم اختي الا بغيتي ديري لشعرك سواء كان جاف اولا كان كيطيح لك الشعر وراه الزيت ديال لافوكا ها هو شتي، باش غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال. هذا هو اللي كنصايبت معكم. الا درتي لشعرك راه كيمنع التساقط وكيرطب الشعر وكيطول الشعر وكيحير القشره وزوين بزاف بزاف. المهم دخلوا كما قلت لكم وفي الفيديو اللي قبل وحسوا على الزيت ديال لافوكا وشوفوا الفوائد ديالو على البشره وعلى الشعر. بالنسبه انا دابا ملي صايبتو اشنو كندير ليه؟ انا كما قلت لكم كنصايبو غير من العام للعام وراه مازال غادي نزيد عاوتاني نصايب ان شاء الله واحد الكميه. المهم انا غادي نجمع دابا الزيت ديالي باش غادي نوريكم كيفاش كندير ليه ماساج. طريقه سهله والطريقه ديال الشعر يعني حتى هي سهله. كتاخدي بحال هكا الزيت تاخدي وكتبقاي كديري بيه بحال هكا وكتكثري شويه على الشعر، كتكثري تكثري شويه على الشعر اللي عندك الشعر جاف وصافي، وكتحزمي الشعر ديالك وكتخليه من ساعه حتى لساعتين. المهم غير ما تباتيش بيه، وخا تخلي حتى 4 سوايع في شعرك ماشي مشكل، غير ما تباتيش بيه كدوري كتشقاي وكتقضي الشغل ديالك. ملي كتسالي كتدخلي دوشي وكتدوري الشعر ديالك الباتش، عرفتي راه كيخرج بحال الحرير، ها كيمنع التساقط كيحيد داك يعني داك الشعر اللي كيكون جاف ما كيبقاش، كيولي الشعر فيه واحد البريو وكيرطب الشعر زوين بزاف والبشره كذلك. المهم انا غنجمع الزيت ديالي باش غادي نوريكم الطريقه اللي كنماصي بها انا الوجه ديالي في الليل. هانتوما راه درتو جوج ديال المرات راه كيخلي البشره غزاله كتحمق. المهم البنات انا كنت خارجه ما دايره حتى شي حاجه لوجهي، ما دايره لا ليكرو لا كحول لا حتى شي حاجه. هانتوما انا غادي نوريكم الطريقه اللي كندير انا الزيت ديال لافوكا كندير بها مساج بالليل. بحال هكا كتاخدي غير شويه بحال هكا وكديري البشره ديالك وكتبداي تماسك بحال هكا. البشره واخا تباتي بيه ماشي مشكل، اما الشعر ما ننصحكش تباتي بيه بحال هكا. طريقه ساهله الماساج ساهل، هنايا تحت العينين هنايا في الجبهه كديري بحال ما هكا باش كيحيد لك التجاعيد بحال هكا صافي. هنايا العنق كذلك كديري العنق بحال ما هكا، وما ديريش تكون الشمس تكون يكون بالنهار، ديري بالليل دائما الزيوت ديريهم ملي تقربي تنعسي بحال هكا العنق ديالك بحال هكا البنات. كتبقاي ديري بحال هكا باش دوك التكمال ديال العنق ما كيبقاوش، كيولي العنق ديالك حتى هو في واحد البريو بحالو بحال الوجه ديالك صافي. وكتبقاي دير بحال ما هكايا باش كيتحيدو لينا داك التكمال اللي تيكون عندنا هنايا تحت العين. انا راه كنت مسخره كما قلت لكم، ما دايره والو لوجهي، ما دايره لا كحل لا ليكرو، ما مقاده حجباني، ما دايره كروس، ما دايره حتى شي حاجه. جيتكم على طبيعتي وهانتوما شتو البشره كيفاش دايره هانتوما. ومازال راه دابا ما عنديش انا الضوء بزاف في التليفون، يعني دابا راه قريب المغرب والتليفون عندي ما فيهش واحد الصوره اللي هي واضحه بزاف، خصني تنقاولو مع الشمس يعني نكون حدا شي شرجن باش تبان لكم البشره ديالي.
على حقيقتها. صافي بحال هكا كتبقاي كتماصي تقريبا واحد 5 دقائق، تكوني جالسه حدا التلفازه ولا جالسه كتهضري مع العائله ديالك في الدار، كتحطي مع راجلك ولا مع وليداتك، وانتي بحال ما هكا كتماصي. شوف انا نضت فيه السخان هنايا، طبقات لي فمي، عرفتي راه كانت قداش نعيا، يلاه بديت كندير ليها الدواء وبدات كتبرى. صافي بحال ما هكا كديري هكا وكتماصي هكا بحال هكا. ماساج راه باين معروف، كتبقاي تماصي وكتخليه في البشره ديالك ملي كتبغي تنعسي. صافي ملي كتبغي تنعسي فوق المخده كتشدي واحد كلينيكس يكون رطب وكتحطيه بحال ما هكا على وجهك. انا غادي نجيب شي كلينيكس باش غادي نوريك. هانتي اختي كتشدي بحال ما هكا، ملي كتماصي مزيان كتخليه بحال ما هكا في وجهك واحد الساعه ولا ساعتين قبل ما تنعسي. ملي كتبغي تنعسي ديري راسك فوق المخده كتشدي بحال ما هكا كلينيكس، كتبقاي بحال كتحيدي داك الزيت الزائد، داك الزيت اللي تيكون زائد كتحيديه، كتخلي غير داك الزيت اللي كتستافد منه البشره هو اللي تيبقى بحال هكا. ولا مازال انا مع دابا ما عنديش الوقت وخصني الفيديو ما يجيش طويل بزاف، راه مازال كتزيدي تماصي وجهك واحد 5 دقائق بحال ما هكا. صافي كديري بحال ما هكا كتنشفي داك الزيت اللي تيكون زائد وكتنعسي. والصباح كتغسلي لي الوجه ديالك بالصابون، ضروري الصابون لحقاش الزيوت ديال الجميل راه ما تيبغوش الشمس. الا درتيه وما غسلتيش وجهك بالصابون الصباح راه هذيك الشمس الا خرجتي فيها ولا شداتك الشمس راه كتولي لك بحال بقع كحلين في الوجه ديالك، سواء زيت الجنجان ولا زيت اللوز ولا زيت الكوك ولا زيت لافوكا ولا اي زيت، خاصك ضروري ملي ديريه في الليل تغسلي وجهك الصباح بالصابون. صافي اختي وكتنعسي، هذه هي الطريقه ديال الاستعمال ديالو. وكديري حتى اللي يديك حتى همايا كتماصي بحال ما هكايا، ديري شويه تهزي شويه الزيت، انا ما بغيتش نضيعو لحقاش باقي الحال ما غاديش نعس دابا. يلا دابا تقريبا شي 7 ديال العشيه. صافي ملي كتماصي يدك مزيان كتخليه في يدك واحد الساعه ولا ساعتين، ملي كتبغي تنعسي راه كديري بحال ما هكا. صافي يعني البشره راه شربات داك الزيت شرباته، انت كتحيدي داكشي الزائد باش ما كيعمرش لك الحوايج ديالك، البيجامه ديال النعاس ولا المخده اللي كتنعسي فيها ولا المانطا ولا ليزار، المهم داكشي الزائد كتحيديه بحال هكا، ما كتبقيش ديري بحال ما هكا تمسحي تمسحي، لا غير بحال ما هكا غير بحال هكا غير بشويه كتحطي صافي باش كيبقى داك الزيت في البشره ديالك. صافي اختي هذه هي الطريقه ديال الاستعمال. والشعر ديالك راه قلت لك كديري يعني بغيتي ديري بحال ما كتشقي شعرك به، بغيتي ديري على الشعر ديالك تجرجريه مزيان بالزيت ديال لافوكا وتحزميه وتحزميه بشي فيلين ولا مقبض وتخليه واحد الساعه ساعتين ثلاثه حتى 4 السوايع، ما تفوتيش 4 السوايع وكتغسليه عادي. المهم ما تباتيش به، اما البشره ديالك واخا كتباتي به ماشي مشكل، من الاحسن كيعطيك واحد النظره للبشره وكيحيد التجاعيد كيحيد لك الخطوط كيجبد البشره وزوين بزاف. المهم خواتاتي هادشي اللي كاين، وفرحت بزاف ملي قلتو لي راه صايبنا الزيت ديال لافوكا لحقاش واحد البنت قالت لي كتكذبي على المتابعين ديالك. خواتاتي الا كنت كنكذب عليكم راه الله فوق مني والله راه احسن من كلشي، احسن مني ومنك واحسن من كلشي. هادشي اللي كان خواتاتي، خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.